شو بدكن تختلوني؟ بهذه الكلمات توجه وزير الدفاع موريس سليم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تلاه صراخ يوم أمس في مكتبه قبل انعقاد الجلسة التشاورية التي دعا إليها ميقاتي. هذا الصراخ يخفي وراءه خطة محبوكة ومتقنة لتخطي وزير الدفاع في موضوع التعيينات في المجلس العسكري. إليكم تفاصيلها. من هو رئيس الأعلى بوزارته؟ والمصير. التجاوز الذي قام به ميقاتي تمثل بإرساله كتاب إلى وزير الدفاع يتخطى فيه أصول التخاطب ما بين المسؤولين، ويطلب ميقاتي في كتابه من وزير الدفاع رسم الأسماء للتعيين في رئاسة الأركان مع استخدام عبارة بالسرعة القصوى للإيحاء أن من يعرقل ملف التعيينات هو وزير الدفاع. كما استمر ميقاتي في تجاوزاته وأرسل نسخة من هذا الكتاب إلى كل من وزير العدل باعتباره وزير الدفاع الرديف وقائد الجيش العماد جزاف عون. وفي القانون يتم الاستعانة بالوزير الرديف عند غياب الوزير الأصيل، بمعنى إذا كان خارج البلاد أو عند اعتكافه عن عمله الوزاري. أما في حالة وزير الدفاع فهو موجود ويمارس عمله في الوزارة بشكل طبيعي، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين من قبل ميقاتي. كما أن إرسال الكتاب إلى قائد الجيش فيه أيضاً مخالفة أخرى، لأن رفع الأسماء ليس من صلاحية قائد الجيش ليراسله الرئيس ميقاتي بهذا الشأن. ولكن لعبت ميقاتي على ما يبدو أعمق من أحداث شرخ بين وزيري التيار الوطني الحر سليم وخوري، اللذين يقاطعان جلسات الحكومة. فمعروف أن هاري خوري لن ينقلب على تياره السياسي ولن يكون جورج وشوكيا آخر. وميقاتي اليوم يحاول في خطته المحبكة بإتقان تخطي وزير الدفاع الأصيل والرديف، ويسير في خطواته على مبدأ أن الوزيرين المعنيين لا يشاركان في الجلسات الحكومية، وتمت مراسلتهما بهذا الخصوص ولكنهما لم يستجبا فاعتبرهما معتكفين. وبالتالي يظن ميقاتي أنه يستطيع تمرير ما يرمي إليه منذ البداية، وهو التمديد لقائد الجيش جوزيف عون وتعيين رئيس الأركان، متذرعا ومستغلا الظروف القاهرة والاستثنائية التي يمر بها لبنان والمحيط. وعلى ما تفيد المعلومات فإن اسمين في جعبة ميقاتي يطرحان لرئاسة الأركان، وهما العميد الإداري باسم الأحمدية والعميد حسان عودة. وللتنويه فإن هذا المخطط تم اعتماده بعد أن أقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري إمكانية التمديد لقائد الجيش عبر مشروع قانون في مجلس النواب، على اعتبار أن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة لا يمكنه التشريع. وبما أن وزير الدفاع يستند إلى طياره السياسي ليقف بصلابة في وجه هذا المخطط، تبلغ الأخير وقوف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى جانبه حتى النهاية. إذن فخطة ميقاتي اليوم باتت مكشوفة، وهي التمديد لقائد الجيش حتى ولو تم ذلك عبر تجاوز القانون والتحايل عليه. ما حدا يقول إنه نحن هربانين من مسؤوليتنا. فهل برأيكم سينجح ميقاتي بتمرين مخططه هذا؟ شاركونا تعليقاتكم.